بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة وتحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم وعلى شاشتكم شاشة تلفزيون قطر. كل العيون المعجبة والأصوات المادحة والأيدي التي تشير تذهب حين المنقلب كما قالوا، وعند حضور الميزان لا يبقى إلا أهل القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. باسمكم بداية هذه الحلقة أرحب بأعضاء لجنة التحكيم مبتدئا بالشيخ أحمد المعصراوي. مرحبا بك شيخ أحمد. بيك يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الرشيد صوفي حياك الله. يا مرحبا. شيخ بلال بارودي أهلا ومرحبا. الله يحييك. والترحيب موصول باسمكم مشاهدينا الكرام بأعضاء لجنة الأداء الصوتي الأستاذ بهلول أبو عرقوب والأستاذ عاصم البني والأستاذ محمد أمين مشالي، فلهم منا ولكم كل التحية والتقدير. بداية مع هذه الحلقة، ما أجمل أن نعيش مع القرآن، والأجمل من ذلك شيخ عبد الرشيد أن تمر علينا الآيات فنتوقف عندها ونتدبر ونستشعر ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الآية. الله، فما الآية التي ستحدثنا عنها في هذا المقام؟ يا رب الله يرزقنا إن شاء الله. يا رب. الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. وما بكم من نعمة فمن الله. انظر وتأمل وتفكر واذهب أين شئت، شرق أو غرب، هل تصادفن نعمة إلا هي من الله؟ كل نعمك، كل النعم التي عليك فهي من الله. خلقتك ومجيئك إلى هذه الدنيا من الله تفضلا منه وإحسانا. لو أنه لم يخلقك هل كان عليه ملام؟ لو لم يخلق الأرض والسماوات أصلا أكان عليه أحد يتابعه في هذا؟ فالنعمة التي عليك أيها الإنسان بدءا من خلقك وتربيتك في بطن أمك وخروجك من بطن أمك طفلا، رباك من الصغر وكساك من العري وأطعمك من الجوع وأعطاك كل شيء. وانظر وتأمل كيف رزقك وكيف جعل رزقك ما يليق بك. حين خرجت من بطن أمك لا أسنان لك تأكل به طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا من صنعه وحده لا شريك له، وعلمك كيف ترضع. ولو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليعلموك كيف ترضع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم لما استغنيت أنبت لك الأسنان وجعلها أقساما، فمنها الثنايا ومنها الأنياب ومنها الأضراس لمضغ الطعام، وجعل اللسان بينهم بين تلك الآلات الحادة، لكن جعل بينها الوئام والسلام إلا ما يقع بعض المرات من باب الخطأ والنسيان. طيب، جاءت أنبت لك الأسنان وهيأك لآلة مضغ الطعام. الطعام من من؟ من الله سبحانه. حبة واحدة من حنطة أو من شعير أو من رز، حبة واحدة، والله لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات لا يستطيعون صناعتها. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فخلاصة الكلام حتى لا أطيل على الإخوة المشاهدين، قالوا بعض علمائنا قالوا
لا يكون العبد في الحقيقة شاكرا حتى يجمع إزاء كل نعمة ثلاث خصال. أول الخصال أن يضمر في قلبه أن هذه النعمة من الله وليست من غير الله. ثانيها أن يتحدث بها في لسانه. ثالثها أن يستخدم هذه النعمة في مرضاة المنعم بها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم آمين. من الشاكرين لنعمه. شكرا لك شيخ عبد الرشيد. إذن مشاهدين الكرام لنحبر كلام الله سبحانه وتعالى ونرتل هذه الآيات لتكون حجة لنا ولنعمل بها لتكون حجة لنا لعلينا. مع أول المتسابقين في هذه الحلقة من المغرب والقارئ زكريا الزيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. القارئ زكريا الزيرك، شكرا لك على هذه التلاوة، ونستمع للشيخ محمد الشيخ أحمد المعصراوي. قراءة وما أجملها من تلاوة، ما شاء الله. الله الله صحيح، الجمال في حضرة الجمال. بس وكيف في الأول ما قرأ كانت أميل أقرب إلى الإمالة عنها من التكليف، ما عدا ذلك قراءته ما أجملها. تبارك الله، الأندونيسي تبارك الله، صوته قريب من الأندونيسي. إذا نبدأ مشايخنا، نبدأ بالتقييم. تقييم المتسابق الأول في هذه الحلقة زكريا زيرك من المغرب، حيعطوه صوت لجنة الأداء الصوتي، انتهوا من تقييمهم. يستحق يا مولانا، يستحق. وبقي معنا أحكام التجويد الشيخ أحمد المعصراوي، الشيخ عبد الرشيد صوفي، والشيخ بلال. خلصنا يا شيخ، إذا تم الانتهاء. شكرا لكم مشايخنا. مشاهدينا الكرام، من بعد القارئ زكريا زيرك من المغرب ننتقل إلى الجزائر وعبد الرحمن طيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى بل لله الأمر جميعا
عبد الرحمن الطيبي من الجزائر، شكرا لك. شيخ عبد الرشيد صوفي، ملاحظاتك على التلاوة. والله الشيخ عبد الرحمن هذا قارئ، يعني ما شاء الله فعلا بقراءته ما شاء الله، يعني برهن أنه قارئ فعلا. لو كانت هناك ملاحظات التاء في التاء، التاء في الهمس، سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، التاء وهمسها ما كانت واضحة. أنا ما عدا ذلك ما حسنت، ما ضبطت عليه أي شيء، لكنه قارئ فعلا أمتعنا بهذا القراءة. الله يكرمك، يعني تمنينا لو استمر يعني ما شاء الله. نعم، بقي معنا معرفة تقييم القارئ عبد الرحمن طيبي. نبدأ تقييم القارئ عبد الرحمن طيبي من الجزائر، وننتظر تقييم لجنة الأداء الصوتي. ليه كذا؟ الله يهديهم، ما أعطوا لجنة الأداء الصوتي، ما أعطوا لجنة أحكام التجويد. والله ما أعطوا شيء عجيب. في انتظاركم شيخ أحمد. نبدأ، خلص دعم الشيخ الآن. نعم، شيخ بلال، شيخ عبد الرشيد، بقي شيخ الآن وأنت. إذا تم شيخ أحمد، شكرا لكم. مشاهدنا الكرام، ننتقل إلى المتسابق الثالث معنا في هذه الحلقة، من الجزائر إلى إندونيسيا، والقارئ عبد المنان أحمد فوزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا،
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. عبد المنان من دونوسيا، شكرا لك على هذه التلاوة. شيخ بلال بارودي، فتح الله عليه، امتعنا بصوته وتلاوته ولكن الملاحظة المتكررة لأمثاله من أصحاب الأصوات الشجية، أولا مده الطبيعي غير طبيعي، صحيح، فهو زاد عن طبيعته، هو يحاول أن يحسن ولكن التحسين في الانضباط وليس في الأذواق، في ذوقه، ذوق القرآن يغلب على ذوق الإنسان وهو أولى. ثم بعد ذلك يدخل مثلا مبصرة
مبصرات، يعني أدخلها عليها ألفا، وعنده اللام وجعل يعني يشمها شيء من الإدغام أو من الغنة، وهذا كذلك خطأ. ولكن قراءته، وأتمنى على أمثال هؤلاء مثلا، يعني هؤلاء المميزون بأصواتهم، أن يتصل بهم، يعني نتصل بهم ونجري لهم دورة خاصة ونسعفهم في هذه المسألة فعلا، لأن يعني حرام يعني ما أنه من نخسرهم مثل هذا الصوت الجميل نخسره، يعني مثل هذه الأخطاء، يعني أشياء أشياء بسيطة ترفعه إلى المجودين المبدعين ما شاء الله. ولكن ربما في بيئته ما لا يوجد من ينبهه إلى أمثال هؤلاء. جميل. إذن عبد المنان الآن ينتظر تقييمكم لتلاوته. لجنة أحكام التجويد ولجنة الأداء الصوتي لتلاوة القارئ عبد المنان أحمد فوزي. لجنة الأداء الصوتي تم الانتهاء. لجنة أحكام التجويد الآن. شيخ أحمد انتهى. بقي الشيخ بلال وشيخ عبد الرشيد بلال. الشيخ بلال انتهى والشيخ عبد الرشيد انتهى أيضا. أوه تمام. إذن شيخ بلال، قبل أن نخرج إلى الفاصل، القارئ شكر الله له تلا علينا من سورة الإسراء ومر على الآية العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم. حدثنا عن هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء هي السورة الوحيدة في كتاب الله تعالى التي نجد فيها لفظ القرآن 11 مرة. لا تجد سورة في القرآن ضمت لفظ القرآن مثل سورة الإسراء. عجيب. وهذا فسر عجيب من أولها إلى آخرها، وافتتحت بأنها بأن إن هذا القرآن، واختتمت بآثار القرآن عند الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون سجدا، وافتتحت بأنه هذا القرآن هو الهداية التامة، ثم ذكر فيها الشفاء التام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذن يهدي للتي هي أقوى ويداوي العلل، العلل الظاهرة والباطنة. ومن أسرار كذلك سورة الإسراء في هذه الآية أنها سبقتها سورة النحل الذي ذكر الله تعالى فيها العسل والنحل الذي فيه شفاء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفائين العسل والقرآن. فأتت النحل تقدم لنا العسل، ثم أتت الإسراء تقدم لنا الشفاء. الشفائين في معا. الله تعالى نسأله أن يجعل القرآن الكريم شفاء أسقامنا وأمراضنا. اللهم أمين. شكرا لك شيخ بلال. المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل ثم نعود بإذن الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة. هنا نستمع لكلام الله سبحانه وتعالى ونحلق في سماء الإبداع والإمتاع والجمال والجلال مع كلام ربنا عز وجل، مع المتسابق الرابع في هذه الحلقة من العراق والقارئ عبد الله سليم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأنثى وجعلنا
أَحَدَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما صدق الله العظيم.
شكرا لقارئنا عبد الله سليم من العراق. ونبدا الان بالتقييم مع الشيخ احمد المعصراوي. ملاحظاتك شيخ احمد. والله هو عبد الله حبه الله سبحانه وتعالى بصوت رخيم، صوت يعني فيه ثقل الاداء القراني المحقق، يدقق وحروفه مخارجه في الحروف جيده جدا، ولم أرى عليه أي ملاحظة بخلاف إخوان أكثر العراقيين عندهم شيء من يعني بعض الملاحظات، إلا أن عبد الله لم أرى عليه شيئا إلا المدود فقط، يعني ذلك أن قراءته كلها ما شاء الله ممتازة. ما شاء الله. نعم. نبدأ التقييم. تقييم القارئ عبد الله سليم أمين من العراق، وأيضا ننتظر لجنة الأداء الصوتي. عبد الله سليم من العراق تم الانتهاء من لجنة الأداء الصوتي والتجويد بإذن الله، شيخ بلال بارودي، شيخ عبد الرشيد صوفي، والشيخ أحمد المعصراوي. تم الانتهاء. وننتقل إلى المتسابق الخامس معنا في هذه الحلقة، وهو المتسابق الأخير من تركيا، محمد حازم محمود طباخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي مرج البحرين يلتقيان؟
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قرأ علينا القارئ محمد حازم من تركيا والتعقيب عند الشيخ عبد الرشيد صوفي. ملاحظاتك شيخ عبد الرشيد. قارئ محمد حازم بما أنه كان يقرأ قراءة مرتلة، وطبعا القراءة المرتلة هي الأسلم والأقرب إلى التجويد، يعني هي حبيبة التجويد، يعني التجويد قصدي اللي هو مراعاة الأحكام، يعني الدين واحد الذي ينوع في التصويت وينغم فيها، هذا الذي يعني يذهب عنه التجويد يمينا ويسارا. فما عسى أن نقول في قراءة محمد إلا أنها كانت قراءة طيبة. لو كان لي ملاحظة فهي في تفخيم الهمزة في والأرض، يعني هنا الهمزة حرف مرقق ركز عليها أئمتنا كالإمام ابن الجزري وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لما كان يسمع من خطأ شائع. فهنا الراء مفخمة بعدها، والحرف المفخم يجذب غير المفخم إليه، دائما الحرف القوي يجذب الضعيف إليه، فهنا فلتت منه كأنه قرأ والأرض، لا هنا والأرض. ما عدا ذلك ما شاء الله، يعني قراءته طيبة فتح الله عليه. إذن نبدأ التقييم. تقييم القارئ من تركيا محمد حازم محمود طباخ، وأيضا في انتظار تقييم لجنة الأداء الصوتي. أيوة هذا المتوقع، محمد حازم من تركيا أداء الصوتي متوقع في الانتظار. مفيش عملنا شاز يا سيدنا، مفيش أصلا هو لا يصلح. إذا ننتظر بقية الشيخ أحمد المعصراوي. إيه بس يا راجل إذا تمت خلاص تمت. شيخ بلال بارودي، هذه الصورة صورة الرحمن. نعم. قرأها بتأنين وهو يذكر صفة الله سبحانه وتعالى، ثم ما امتن الله عز وجل على عباده، ثم يبين الله عز وجل هذا التحدي الكبير في مرج البحرين يلتقيان، رب المشرقين ورب يعني أن يظهر الله سبحانه وتعالى آلاء وربوبيته في هذه الصورة، صورة الرحمن. سبحان الرحمن الواحد الأحد الديان الذي جعل هذه السورة هي مفتاح فهم القرآن ومفتاح هو تعلم البيان، وجعل فيها من كل شيء زوجين، ونرى المقابلة دائما في كل من أولها إلى آخرها فيها زوجان دائما، الإنسان الجان بينهما الجنتان زوجة إلى آخره. كل هذه المسألة تدل على أن الله جل جلاله هو الواحد الأحد، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أنه هو الواحد، لأن الاختلافات تدل على الذي جعلها مختلفة، والذي جعلها مختلفة هو واحد ديان. فعندما الله يقول الرحمن، إن ما في سورة في القرآن افتتحت بهذه الصيغة نهائيا أبدا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، ما في بالقرآن مثل هذه السورة. لذلك هي عروس القرآن، وهي فاكهة أهل الجنان، وهي المتكلم بها الرحمن في جنات الفردوس. فعندما يقول الرحمن علم القرآن، إن هذه منة من الله جل جلاله لا تضاهيها منة، أنه ابتدأ تعليم القرآن للإنسان قبل أن يكون إنسان إنسانا، قبل أن يوجد هيأ له طريق هداه، ثم عندما علمه القرآن علمه البيان. هذه البيان كذلك منة هائلة، وأشرف ما يستخدم البيان في بيان القرآن،
لذلك الله تعالى يرفع من هذه من هذا الإنسان بتعلمه القرآن وباستخدامه البيان في بيان آيات القرآن. فلذلك الله تعالى قال الرحمن علم القرآن، ولا منة لأحد على أحد بتعليم القرآن إلا من الله الرحمن. قد تعلم الإنسان حرفا، قد تحفظه آية، قد تسمع له سورة، أما تعليم القرآن اختص الله تعالى به جل جلاله. شكرا لك يا شيخ بلال. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ثم نعود لنتعرف من هؤلاء القراء سيتأهل للمرحلة القادمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل لمعرفة من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة. شاركونا في هذه الحلقة من المغرب والجزائر واندونيسيا والعراق وتركيا، لكن سيتأهل معنا قارئ واحد فقط الذي تحصل على المركز الخامس في هذه الحلقة، محمد حازم من تركيا. أما الرابع عبد المنان أحمد من اندونيسيا، الثالث عبد الله سليم من العراق، أما الثاني عبد الرحمن من الجزائر، والأول زكريا زيرك من المغرب. مبارك يا زكريا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كونوا دائما مع القرآن. نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.